نكمل مع سلسلة كل يوم تمرين، وتمريننا لنهار اليوم هو موجه لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي تخوازيام بي. إذا يمكن القيام بهذا التمرين مع تلاميذ السنة الرابعة والخامسة إن كان مستواهم متوسط. إذا نبدأ. Je complète par. إذا أكمل ب. Nous avons des syllabes. عندنا هذه المقاطع الصوتية. إذا nous avons ri, tu, do. Ri, tu, do. يمكنكم أن تغيروا السيلاب وتغيروا الكلمات للترسيخ. حسنا، إذا نبدأ مع أول كلمة. Nous avons un, do. Un. ثم ماذا نفعل مع الطفل؟ إذا نذهب إلى هنا ونجرب في كل مرة هذه السيلاب. إذا عندنا غي تو دو. حسنا، إذا سوف نجرب. أن غي دو، أن تو دو، أن دو دو. إذا أن غي دو وبمعنى ستار. إذا غي دو، غيدو بمعنى ستار. إذا هنا أ أ أو تنطق أو. إذا أ أ أو تنطق أو، ويمكنكم رؤية الفيديوهات الخاصة بالنطق في اللغة الفرنسية. يوجد بلاي ليست، قائمة تشغيل خاصة بالنطق فقط. إذا هنا غيدو، ننتقل للكلمة الموالية. أ بلوتو باردون أ مينو. دونك ماذا نضع هنا؟ غي تو دو. اذا دومينو، ان دومينو، نكتب دو. اي فوالا ان دومينو، لعبة الدومينو. اذا كلمة موالية. اون تور غي، اون تور تو، اون تور دو. اون تور تو بمعنى سلحفاة. تورتو، une tortue sous la fat. إذا نضع tu. والكلمة الأخيرة بهذا السمايل. إذا ماذا نضع هنا؟ نضع غير أو تور أو دور. إذا نضع غير بمعنى يضحك. غير. إذا نسينا هنا، نسيت هذه الكلمة. إذا سبحان الله، لم أراه، سبحان الله. إذا نال، غي نال، تو نال، دون نال. تو نال بمعنى نفق. إي فوالا، غير. هنا كتبت غير دوبل. إذا غير، إذا غيدو، دومينو، تورتو، تونيل، غير. إذا اتركوا لي في التعليقات معنى كلمة تورتو وكلمة تونيل. إذا انتظر معنى تورتو ومعنى تونيل في التعليقات. إذا لا تنسوا الضغط على جيم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا ملتقانا في فيديو آخر إن شاء الله، ولا تنسوا متابعة كل الفيديوهات الخاصة بالمراجعة، مراجعة الفصل الأول، وذلك لتثبيت المعارف لأبنائنا والتجهيز والتحضير للفصل الثاني إن شاء الله. سلام.